اما خرب عيوني يعني بعيد عنكم من الالفين خمس درجات. ايوه المسرح كانت عندي طايتها للولد قام ويشيل ما تقول يطقطقون بها علي تقول لي يشتغلون. انا اسمي مرعي عبد الفياض. ما ابي لا عندنا سياره ولا عندنا محل ولا عندنا كل شيء ولا عندنا حتى بيوت اقول واحد يقعد البيت ما ابي. بس العيشة ما عاد مثل الأول يعني ما عاد توفي تشتغل على الفاضي وبيوت ما عاد كان عندنا بيوت مستهدم البيوت ما ظل عندنا عيشة خالص يعني نشتغل على الفاضي قاعد هاي المواطن شايفين نشتغل هنا بالبيت حتى محلات ما أقدر عليها نطلع على الشارع ثاني نستأجر نشتغل هنا وهاي سيارة أجرة جايبينها نحمل بها مواطن العالم ونوزعها على العالم نكتب أساميتهم ونوزعها على العالم وبيت ثاني ما عندي غدا بيتي تراب وقاعد عند الناس يعني أريد أظل قاعد عند الناس لا بيت ولا شيء لين مثل حد وين.